بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة على صبار اللي هو بق التمساح. زي ما احنا شايفين شكله كده، الشكل الورقة بتاعته عامل زي بق بتاع التمساح فعلا، يعني شكلها عامل زي البق بتاع التمساح، فاحنا عشان كده سميناه صبار اللي هو بق التمساح. طبعا من الصبارات اللي هي عصرية، يعني ما فيهاش اشواك، البتات العصرية دي ما فيهوش شوك خالص. بيستحمل عندنا برضك الحرارة ونقص المية، مفهوش أشواك. الورقة بتاعته شكلها جميل جدا، بيكون فيها لونين أخضر والأطراف بيكون فيها لون أحمر من هنا. شكرا.